نعم منال، إذن نحن دائما هنا أمام أو في مقر المحكمة الدستورية، نواصل في تغطيتنا لعملية استقبال الطعون الخاصة بالراغبين في الترشح ممن رفضت ملفاتهم. إذن عن المستجدات أعتقد أن الحصيلة هي على كل حال بقيت كما هي، كما تم الإعلان عنها يوم أمس من طرف المحكمة الدستورية. الحصيلة تبقى 4 راغبين في الترشح رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية العليا للانتخابات، قدموا إلى المحكمة الدستورية وقدموا ملفات الطعون. إذا بعد انقضاء أجال أو المهلة التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهي 48 ساعة لتقديم الطعون، ستنتقل المحكمة الدستورية إلى المرحلة الموالية، وهي مرحلة جد مهمة تتمثل في معالجة ودراسة والتدقيق في هذه الطعون، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية التي تتمثل أو التي تضم أسماء المترشحين أو الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية بصفة رسمية. إذن نواصل تغطيتنا معكم هنا من مقر المحكمة الدستورية، وسنوافيكم بالمستجدات طبعا في كل موعد إخباري بحول الله تعالى.